هل تعتقد بأن إيران تعاملت بذكاء أكبر من العراق مع العقوبات الأمريكية؟ لا، الأمريكان تعاملوا بأكثر مرونة، لأن قلت لكم ما يردون يغيرون النظام الإيراني. هم ما عندهم الرغبة الحقيقية لتغيير النظام. لم يفسحوا المجال للعراقيين. كيف؟ لم يفسحوا المجال للعراقيين. لا، هو كان أكو يعني أكو فكرة أنه لازم يتغير شكل العراق حتى يقل تأثير العراق على إسرائيل. هسا واحد يجي يقول هاي مؤامرات والتفكير بالمؤامرة ونظرية المؤامرة، لا، هذا غير منطقي. أنه إحنا نستبعد التخطيط، التخطيط ليست مؤامرات. يعني هذه الثقافة الجديدة التي ترفض أنه المؤامرات وما أعرف إيش هاي الثقافات الموجودة، ولكن هنالك تخطيط، هنالك تخطيط. العراق يشكل خطر حقيقي في المنطقة على إسرائيل وعلى إيران. فلا بد من إضعاف العراق على إسرائيل وإيران. طبعا، فلا بد من إضعاف العراق حتى تتمكن إيران وإسرائيل في المنطقة، رغم العداء الكبير بين الولايات المتحدة وإيران. شوف، العداء مش قد ما نريد نوصفه بالكبير، نرجع نقول الأمريكان ما يردون يغيرون النظام في إيران، فالعداء شنو مستواه؟ الفائدة من وجوده أكثر من الفائدة من وجوده من غيابه. بدليل، بدليل أنه في بعض النقاط الرئيسية في إدارة العراق الحالية هو بالتوافق الإيراني الأمريكي.